التمثال. ترشح مين يبقى شخصية العام في 2015؟ رشح الراجل المحترم محمد صبحي اللي المفروض يبقى ليه مكانة جامدة قوي في البلد. هو ليه مكانة بس المفروض يبقى ليه مكانة أعلى. طب اشمعنى محمد صبحي؟ لأنه راجل خير وبيعمل للبلد بدون مقابل. طيب شكرا. تعالى انت بقى. المهندس احمد عبد العزيز. ترشح مين شخصية العام في 2015؟ والله على المستوى السياسي اكيد السيسي طبعا لا شك فيه، يعني بسبب المشاكل اللي مصر بتمر بيها. في شخصية مثيرة للجدل طبعا مرتضى منصور، ده شخصية مثيرة للجدل في مصر. بس شكرا. عرفني بنفسك. محمد عبد الرؤوف. ترشح مين شخصية العام في 2015؟ فتح السيسي ومفيش غيره. اشمعنى طيب؟ واللي يقول غير كده واخد بالك يبقى عايز اي حاجة. طب ليه رشحت الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ليه غرض سياسي، ليه غرض. طب ليه رشحت الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ راجل مسكنا بدون اي، يعني كان فيه على حد علمي كان فيه ضغوط من اقرب الناس اللي ان هو ممسك، واحنا في حالة يعني يرسل واي حد يمسك البلد في الحالة دي وهي دلوقتي يمسك منصب قد كده. انا معروض عليا بمنصب ان انا امسك مدير عام، مش عايز امسك في المكان اللي انا فيه من البلطجه اللي احنا شايفينها. طيب شكرا. الف شكرا. نفسك؟ انا اسمي مدبول عقل. تختار مين شخصيه العام في 2015؟ اختار رئيس السيسي. وليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لان هو الانسان الوحيد هو اللي عارف يتملك في البلد وعارف يعرف يحكم البلد، غير كده كانت البلد راحت، غير كده ما فيش. بس ويا ريت يعيش لنا كمان المده دي والمده الجايه يبقى زي الفل، يبقى احنا عرفنا هنعرف ناكل، غير كده مش، ربنا يستر. شكرا. شكرا. عرفني نفسك. سعيد خليفه من الاردن. طيب 2015 2015 اللي هي السنه اللي احنا فيها مرشح اسماء حمد الفدائي، عشان هو يعني اكثر شخصيه اسماء فيها برضه كده، هي شخصيه السيد الرئيس الفدائي. الشخصية دي عجيب جدا وفي مصر كذا. شكرا. الله يبارك فيك. عرفنا نفسك. احمد هو ترشح مين شخصية عام 2015؟ شخصية 2015 حد كويس يعني؟ يعني هو رئيس الوزراء اللي هو كان محلب احسن شخصية 2015 بالنسبة لي، وحاجه مش هتتكرر يعني، فمفيش حد يستاهل الشخصيه دي اللي هو 2015. هو اللي يختار مهندس ابراهيم يعني؟ يعني الراجل اشتغل كويس ومحترم وابن بلد وبينزل في وسط الناس كده بيمشي، يعني ما عندوش كبرياء، وفي نفس الوقت مفيش حد هينجزنا او هيفرحنا زي ما هو فرحنا، صرف النظر عن سياده الرئيس. سياده الرئيس مش 2015، احنا بنتكلم في 2015 هو محلي. فمفيش حد تاني من وجهه نظري يستاهل ان انا اديله اي حاجه يعني. شكرا. عرفني بنفسك. فاروق محمود فناوي. انا بالمعاش لكن يعني الحمد لله ربنا يدينا الصحه جميعا ويخلي لنا السيسي ويا رب يا رب مصر تبقى كويسه على قديم. ترشح مين شخصيه العام في 2015؟ الباشمهندس مهدي. ليه المهندس ابراهيم مهدي؟ راجل اشتغل كويس وطلع الحمد لله بامانه وبنزاهه، وكان كله كان بيحب كان بيعشق مصر طول عمره، يعشق مصر. ربنا يعني يرزقنا بكم واحد زي مهدي. شكرا. عرفني بنفسك. انا احمد ابو الحسن. ترشح مين شخصيه العام في 2015؟ باشمهندس ابراهيم. ليه المهندس ابراهيم؟ لاني خلى البلد كويسه وراجل نشيط، خلى المحافظين كلهم من على كرسيها تشتغل وعمل حاجات حلوه في البلد، بس هو ملوش حظ لان الراجل ده اساسا كان هيخلي البلد فيها طفره، كان هيخلي الناس ما تنامش وما تبلطجش وما تعملش حاجات وحشه، كان بيجري ورا رؤساء الاحياء، كان بيمشي في الشارع على رجليه، كان راجل كويس بتاع شغل، يعني هو تكفي ان هو راجل فاهم
في التجارة وفي المقاولات وراجل اقتصادي وراجل كويس يعني وراجل طيب. ولا طيب ما ينفعش في البلد دي. انا مش هديله جائزة العام ده، انا هديله جائزة العام اللي جاي كمان. شكرا.